السلام عليكم غلق قناة الأجواء نهائيا لهذه الأسباب قررت سلطة الضبط السمع البصري مساء الاثنين بالتوقيف النهائي لبث قناة الأجواء وذلك لأسباب غير أخلاقية وحسب ما أعلنه التلفزيون العمومي فإن قرار غلق قناة الأجواء التي جاء لبثها محتوى مخل بالحياة ويتنافى مع قيم المجتمع الجزائري وديننا الحنيف لا حول ولا قوة إلا بالله وكانت قناه الاجواء صارت امس الاحد تبص فيلم يحتوي على لقطات مخله وخادشه للحياة بدون رقابه او مراجعه لهذا الذي استنكر جزائريين هذا الفعل وكانت هنا من الخبر بشكركم على حسن استماعكم رجاء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه